الكنار، أما البادجي عكس ذلك. الشرط الرابع، ما هي الشروط التي يشوه نقي كتيب الحرام؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في سلسلة أخرى بعد أن أتممنا السلسلة التي من قبل. في هذا الفيديو سنتطرق إلى موضوع مهم جدا يجب على كل من يربي الطيور أو يريد تربية الطيور أن يستفيد من هذا المقطع. وهذا المقطع الذي اقترحنا عليكم في الانستغرام إنشاء هذه السلسلة، الأصدقاء الذين لأول مرة يرون أو يتفرجون أو يشاهدون هذه القناة، نتمنى منكم أن تدعموا القناة سواء بالضغط على زر الإعجاب أو الضغط على زر الاشتراك. هذا يشجعنا في نشر أو نشر الجديد أو البحث عن معلومات أخرى جديدة فيما يخص تربية الطيور. أولا في هذا المقطع سنتكلم عن ما هي الشروط، أو في هذه السلسلة كل حلقة من هذه الحلقات التي سأقدمها في هذه المرحلة يجب أن تتوفر على 4 أسئلة على الأقل، وهذه الأسئلة سنتركها لكم كما يلي. أولا، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في أنا شخصيا كشخص يريد تربية الطيور؟ ثانيا، ما هي الأشياء التي يجب أن تتوفر لدي في البيت قبل اقتناء الطائر؟ ثالثا، ما هو النوع الذي يجب علي أن أقتنيه؟ هذا النوع سأتكلم عليه خلال تجربتي. رابعا، ما هي الشروط التي يجب أن يتوفر علي الطائر الذي أريد اقتناءه؟ من بعد الانترو سنشرع في شرح هذه او مضمون هذه الحلقة. السلام عليكم. من بعد الانترو اصدقائي، اولا سنشرع في شرح مضمون هذه الاسئلة بالتفاصيل. السؤال الاول، ما هي الشروط التي يجب علي أو يجب أن تتوفر في الشروط؟ علي أن أولا أن أحب هذه الطيور، أن تكون الشرط الثاني أن تكون غايتي في تربية الطيور ليست مادية، الغاية الثالثة أن أكون أنا أحب هذا الطائر أكثر من أي شيء آخر من الحيوانات، رابعا أن يكون لدي أو تكون قيمة الطائر أعلى وأكبر لدي من كل ما يتعلق بمستلزماته. السؤال الثاني، ما هي الأشياء التي يجب أن أقوم بشرائها قبل شراء الطائر؟ الأشياء التي يجب عليك أن تشتريها قبل شراء الطائر يعني توفير قفص. إن كنت ستشتري أو تقتني طائرا واحدا عليك شراء أقفاص مثل هذه وهذه، وإن كنت ستشتري زوج عليك بشراء مثل هذه الأقفاص. النوع أو ما هو النوع الذي يجب علي تربيته؟ أنا شخصيا أشجع على تربية طائر الكنار نظرا، والأغلب يشجع على تربية البادجي، وأنا أشجع على تربية الكنار لأنه لديه صوت جميل ويشجعك على تربية واكتشاف محتوى تربية الطيور والانفتاح على تربية الطيور أخرى، أما البادجي عكس ذلك. الشرط الرابع، ما هي الشروط التي يجب التوفر على الطائر التوفر عليها؟ أولا أن يكون الطائر ريشه نقي كثير الحركة تغريد قوي. الشرط الرابع هو أن الطائر غير مريض صحيح جدا. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة، ونتمنى من الأصدقاء أن يشاركوا هذا المقطع مع أصدقائهم. إن نالت إعجابكم لغتي أو مقطع باللغة العربية الفصيحة سأشارك معكم دائما مثل هذه المقاطع، وإن أردتم أن أقوم بنشر المقاطع بالدارجة المغربية
اذكروا لي في التعليق، وأي سؤال فمرحبا. شكرا لكم على حسن التتبع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.